عمري ما هتأخر أبدا عن إني أشفي طفل، لأن أنا بشوفه في الإعلانات قلبي بوجعني، لأن أنا بشوفه في الإعلانات قلبي بوجعني. بس لو حد طلب من حضرتك إنك تقصي شعرك وتتبرعي بيه لمرضى السرطان هتوافقي ولا لأ؟ أكيد هوافق، يا ريت. بس الأطفال، أيوه الأطفال مستشفى 57. أه أكيد. ترددي قبل ما تعملي كده وهتوافقي على لا، طالما مش هقصه خالص فأنا هديهم، يعني مش عارفه اقول ايه، اديهم اي حاجه هم عاوزينها، يعني ان هم يخفوا، بس المهم ان هم يخفوا بيبقوا كويسين بس. لا عشان احنا اصلا اكتر البنات بتحب شعرها. هو طبعا احنا بنبقى صعبين عليه لما بيبقوا قاصين شعرهم، بس برضه بيصعب علينا شعرنا ان احنا نقص كله، واحنا ممكن نتبرع بحتن. بصي في بنات بيبقى عندهم شعرهم طويل، احنا ممكن منهم يقصوا منه نص مثلا حاجه، اما شعرنا احنا كله لا ما اقدرش. شعري هوافق. توافقي على طول ولا تفكري شويه قبلها؟ لا اوافق على طول. اوافق طبعا، ده عمل خيري لكل كلنا نقف معاهم، ربنا يشفي كل مريض مش كل محتاج. اكيد طبعا هوافق من غير اي اعتراض. هوافق. هتترددي قبلها ولا خلاص هتاخدي القرار وخلاص؟ لا هاخد القرار طبعا. اكيد طبعا. طبعا هوافق. هوافقي على طول ولا هتاخدي وقت في انك انت تفكري؟ لا هوافق على طول، لان يعني هكون عايزه اساعد حد. لا طبعا هوافق. فكر. بس هو شعر هيفيدهم بايه اصلا؟ لا هم هيفيدهم بايه، هم فعلا هيفيدهم، لكن انت هتفكر قبلها ولا انت خلاص يعني هتعمل كده على طول؟ لا طبعا مش محتاجه تفكير، اي حاجه خير مش محتاجه تفكير اساسا. لا مش هفكر عشان هو كده ما فيهاش تفكير. هوافق اكيد لو حاجه هتفيدهم، يعني نقدر نساعد الناس دي بالذات، يعني اللي يقدر يساعدهم باي حاجه المفروض ما يتاخرش. مش هتتردد انك تقص شعرك وهتعمل كده على طول؟ عادي اقص، عادي اقص. لا ما عنديش اي مشكله. يعني هتوافق على طول او هتعمل الحاجه دي على طول ولا هتردد قبلها وتفكر؟ لا مش هتردد، لان هو بالنسبه له هو هيفرق معاه كتير، لمريض سرطان هيفرق معاه كتير، انما انا بالنسبه لي مش هيفرق معاه كتير. هو مره هيطلع مره تانية هيطلع، انما هو بالنسبه لي يعني ربنا يكون في عون بنشفيه. انت لو عندك حاجه غاليه عليكي والحاجه دي ممكن تساعد في ان الاطفال دي يعني ربنا يشفيهم، انت برضو هتفكري قبلها ولا هتتبرعي بيها على طول؟ لا هتبرع بيها على طول، مادام هي هتخليهم يتحسنوا وان هم هيبقى حاجه مفيده ليهم. والله اتبرع، والله بس انا بحب الاطفال جدا. ايه الحاجه الغاليه اللي انت ممكن تتبرعي بيها؟ لو معايا ذهب وعاوزينه هديه لهم، لو اروح اشتغل ممرضه ليهم هشتغل لو هم هيخفوا، اي حاجه لو معايا فلوس وهم عاوزينها هديها لهم. تعملي كده لان دي من ناحيه الانسانيه والخير، فانت مش هتترددي ان انت تعملي كده؟ اكيد اكيد، عشان خير طبعا، وعشان انا بحب برضو الاطفال، يعني بحب الاطفال جدا. قدرتي ان انا اروح اعمل حاجه خير هعملها. مش عارف بصراحه، ما جربتش الموقف، ممكن على حسب الحاجه برضو. والله ما اعرفش بجد، بس هي لو الحاجه دي موجوده عندي اللي انا ينفع فعلا اتبرع بيها فانا مش هتاخر. لا طالما في الخير عادي يعني. لا ممكن افكر شويه. يعني كانت الحاجه دي ايه عندك وكانت كنت بتحبيها او لا هتبقي خلاص؟ لا وفي حاجة كتير قوي غاليه. فكري ولا هتقولي لي خلاص تمام وفعلا هتنفذي الحاجه دي؟ لا هنفذ على طول. حاجه ماديه مثلا، فلوس، حاجه مثلا احنا مش محتاجينها هم محتاجينهم، نتبرع باي حاجه يعني مش شرط الشعر عشان ما اقدرش على الشعر. ما الحاجه الغاليه لا مش تنفع حد انا اتبرع بيها، بس لو هتنقص حد ممكن اضحي يعني عادي. والله لو حاجه هتفيدهم انا ما عنديش اي ادنى مشكله، لو هتنفعهم في مجالهم هم وهترفع معاهم انا ما عنديش مشكله وانا دمي معاهم على طول. بص لو في اعمال تطوعيه في المستشفى بينك انت تروح وتساعد المرضى دي في المستشفى نفسهم، هتروح ولا هتفكر ومش هتقدر تروح؟ لا هروح. بالنسبه لاهلك هيوافقوا ولا حد من اهلك هيعترض انك تروح هناك؟ لا خالص، مفيش حد اساسا بيتدخل في اي حاجه عندي، يعني الحمد لله كويس. يعني بما ان الحاجه دي عمل خيري او حاجه انت هتقدمها عشان تساعد حد فمحدش هيعترض؟ لا محدش هيعترض خالص. عمري ما هتاخر ابدا عن اني اشفي طفل، لان انا بشوفه في الاعلانات قلبي بوجعني بجد والله. فانا لو طالبين اي حاجه انا هديها لهم، وانا بودي يعني مش ما بوديش. فربنا يا رب يشفي كل مريض ان شاء الله. انت لو عرضتي على حد من اهلك الفكره اهلك هيبقوا موافقينك ولا في حد فيهم هيعترض؟ لا محدش هيعترض. هيعترضوا ليه؟ ده عمل خيري، حتى لو هم طلعوا هم يطلعوا هم لوحدهم يطلبوا مني ان انا اروح وهيوافقوا كمان. هيبقى في اعتراض طبعا. انهي فكره؟ على فكره قص الشعر عامه. لا هو اي حاجه خير طبعا موافقين، بس كقص الشعر لا. طب وفكره انك تقصي شعرك لو انت كلمتي حد من اهلك وعرضتي عليه الفكره هيوافقوا ولا هيبقى في اعتراض؟ لا هيوافقوا، هيوافقوا على طول، مش هيبقى في اعتراض. هم عادي ممكن يوافقوا عادي. قلت وانا عارفه.
هم مش هيكرهوا ان انا اعمل خير، بس هي الفكره ان انا عشان اعمل خير لازم تكون الحاجه ديت مناسباني، عشان انا برضو ورايا يعني ورايا مثلا شغل، ورايا جامعه، ورايا حاجه، فانا لو عطلتها برضو انا جاي بعمل خير من هنا ببوظ حاجه تانية من هنا. بس هو بالنسبه لان انا اروح اخدم فيهم او دي حاجه لربنا، هم مش هيمنعوا في حاجه زي كده عشان الموضوع خير، فانت خلاص مش طالما خير مش هيعرضوني في حاجه. تفتكر ايه الحاجه اللي ممكن اتبرع بيها وتساعدهم؟ ممكن اي حاجه، ممكن اساعدهم في كلامي اصلا، انا ممكن اقول لهم حاجه تساعدهم في ان انا اتكلم من غير ما اديهم حاجه اصلا. تقصد انك مثلا زرتيهم اتكلمت مع حد فيهم وكده؟ هكون كده برضو ساعدتهم في حاجه، وممكن اديهم اي حاجه هم عايزينها، يعني اي حاجه هم بيطلبوها هديها لهم. طيب دلوقتي لو طلبت منك انك تتصل بحد من اهلك وتعرضي عليهم الفكره دي، هتوافقي ولا لا؟ اعرض عليهم فكره ايه بقى؟ ان انت تقولي لهم ان حد عرض عليك الفكره دي وانك هتعملي كده فعلا، وتشوف رد فعلهم ايه. ماشي، بس هي هتبدأ. ماشي. فين شيماء؟ عايزه ايه؟ طب بتجيلي شيماء؟ عايزه منها؟ عايزاها اديهالي. ايه ده مش سخنه تاكل سمك؟ طب اديهالي. طيب قرب منها التليفون. بقول لك يا شيماء، في جمعيه عرضت عليا ان انا اتبرع. اتبرع؟ مش دم، اتبرع بقى. اتبرع بشعري. طيب ما بهدرش. طيب يلا. قالت لك ايه؟ تقول لي يلا خلصي وتعالي. يعني مش موافقه؟ مرقعه. لا بتقولي مش هي شايفه ان الموضوع مرقعه؟ مش لا، هي عشان عارفه اللي انا بهدر معاها، لكن هي لو بجد يعني هي هتوافق.